لصالح النصر الاهلي والتسديده جول. كره خطيره والتسديده وجول. ها هو الفارق يصنع في اللحظات الحاسمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين. النهارده معانا اف تي اس 2023 بالدوري المصري وبدوري ابطال افريقيا حقيقي، بدور المجموعات وبكل الانتقالات وبكل الانديه الافريقيه، وكمان فيها الدوري المصري الدرجه الثالثه والدرجة التانية زي ما انت شايف. عندك هنا الدرجة الأولى المصري زي ما انت شايف بالشكل الاحترافي دوت بالشكل الجميل دوت، هتلاقي عندك الدوري المصري بآخر الانتقالات بأندية الدوري المصري الدرجة التانية زي ما انت شايف، بعض الأندية بتاعة الدرجة التانية زي ما انت شايف، هتلاقي عندك هنا الدرجة التانية كامل زي ما انت شايف، كل الدرجة التانية موجود، وهتلاقي عندك نادي طنطا وكل فرق الدرجة التانية موجودة بالطريقة ديت وبالشكل دوت زي ما انت شايف. عندك هنا بيدروشيت ونادي الترسانة ونادي وفرق الدوري المصري كلها بتاعت الدرجة التانية زي ما انت شايف. عندك النصر والشرقية وكل فرق الدرجة التانية موجودة معاك، وعندك هنا بعض الفرق الافريقية كمان، فرق المغرب زي ما انت شايف الدوري المغربي بالشكل الاحترافي دوت وبالشكل الجميل دوت زي ما انت شايف. عندك هنا كمان دوري ابطال اوروبا بكل اندية اوروبا زي ما انت شايف معاك بالشكل الجميل دوت زي ما انت شايف، وكمان الدوري الجزائري الشباب بالوزداد وكل فرق النادي نادي الجزائر وانديه الجزائر كلها موجوده. هتلاقي عندك كمان بعض الافرق الافريقيه زي ما انت شايف، المغرب وغانا وكل فرق ومنتخبات الافريقيا، وعندك كل الانديه الافريقيه موجوده طبعا معاك زي ما انت شايف. الهلال السوداني موجود معاك وموجود معاك كل الفرق. هنجرب نلعب مباراه دلوقتي مع مين؟ الاهلي والرجاء، عشان الرجاء هيلعبوا مباراه في دوري ابطال افريقيا فنجرب نلعب مباراه. عندك هنا شباب اللعبه في الجنين المصري، عمله الجنين المصري طبعا انتهينا. عندك عندك بص بالعربي باللغه العربيه اللعبه بالشكل الجميل دوت. هنجرب على طول بقى نروح نلعب مباراه الرجاء في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. المباراه تلعب في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي المصري والرجاء المغربي، كل التوفيق للنادي الاهلي على طول. عندك هنا خليه بيلعب بالابيض ولا الاخضر؟ خليه بالاخضر، خليه بالاخضر على طول. نادي الرجاء، نادي الرجاء بيلعب بالزي الاخضر، والنادي الاحمر الاهلي بالزي الاحمر على طول. عندك هنا الاعلانات على شكل افريقيا واعلانات مكتوب فيها قناة احمد فورمكس، هذا الباتش من تصميم قناة احمد فورمكس فقط وحصريا. عندك هنا دخول اللاعبين في المباراة، وعندك هنا خطة النادي الأهلي وندوس ستارت. عندك بتدوس عند الحتة اللي فاضية على اليمين فوق، بتدوس عليها عشان تظهر قائمة القنوات، بتدوس على تشانل وبتلاقي عندك حول حاجة بين سبورت وتايم سبورت وأون سبورت وبين تاني والرياضية أبو ظبي الرياضية وأون والكأس، بتشغل بين سبورت على طول. وعندك هنا بعض الدوريات الألماني والإنجليزي والمصري والإيطالي والفرنسي والأسباني. وهنا عندك دوري ابطال افريقيا، بنسيب دوري ابطال افريقيا مشغلينه عشان احنا دلوقتي بنلعب في افريقيا، فنشغل بتاع دوري ابطال افريقيا والله بينا. طبعا اللعبه فيها موسيقى التعليق العربي زي ما انت شايف. بص بص اسمع 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 موسيقى التعليق العربي ده ارفق ليه، بس انا فعلا عشان تحوط طبعا النشر يا جدعان. وبالنسبه لطريقه تثبيت اللعبه هتلاقي على طول الطريقه في القناه الثانيه، خش في القناه الثانيه هسيب لك رابط القناة التانية اسفل الفيديو في الديسكريبشن ورابط اللعبة في اول تعليق. وبالنسبة هتلاقي شرح كامل تثبيت الملفات، مش هقدر اشرح كل تثبيت الملفات في الفيديو ده عشان للاسف ممكن الفيديو يتحظر والقناة واخدة حظرين، ولو خدت الحظر التالت ممكن تتقفل لا قدر الله. وان شاء الله تكون العيد عليكم بخير، وان شاء الله كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان والعيد، وان شاء الله الاهلي يتأهل لنصف النهائي وان شاء الله يتواجد بطولة الدوري ابطال افريقيا للمرة ال11 في تاريخه. ما تنساش تعمل لايك، بس اعمل لايك عشان تظبط الكلام كده وظبطنا عشان نعمل باتشات جديدة من دي. مش في واحد صح واحد قال لي اعمل برضو المود بتاع الدوري المصري الدرجة الاولى والتانية ودوريات افريقيا، دي نسخة أفريقية كاملة، النسخة التانية كانت أوروبية والدوري المصري دي نسخة أفريقية كاملة كلها عبارة عن الدوريات الأفريقية.
وبعض الدوريات الأوروبية لو عايز تلعب بدوريات أوروبية. ريال مدريد، يلا واحدة من طاهر. ريال مدريد أيام من أيام ما ريال من أيام كريستيانو كان بيلعب في ريال مدريد، اللعبة دي من أيام ما كريستيانو رونالدو كان بيلعب في ريال. رجاء 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 رجاء. والتسديدة ما جاتش، التسديدة لم تثبت معنا، لم تثبت معنا التسديدة. إن شاء الله غدا ينزل فيديو كاري الكير مود إن شاء الله. يلا يلا امسكها بره، امسكها من بره، امسكها من بره. واحدة ثانية، واحدة ثرو، واحدة فوق. جول 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 على طول. من مين؟ من محمد. مين ممكن يكون؟ مين هو اللي بيقول له الله عليك؟ بص 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 بص، بيرسي تاو تارشام. جول. متنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد. وبالنسبة لرابط اللي بعتليك أول تعليق انزل في الوصف هتلاقي رابط القناة التانية، متنساش تعمل فيها اشتراك وتفعل زر الجرس عشان دي اللي هنزل عليها شروحات كل يوم إن شاء الله. كل يوم أي تفصيلة، أي تفصيلة في الفيديو هنزل لكم ليه شرح على القناة التانية. فما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك بالقناة التانية عشان إن شاء الله تنزل فيها باتشات دريم ليج سوكر. هنجرب نلعب مباراة مع مين بقى؟ الأهلي هيلعب مين؟ الأهلي هيلعب سموحة، هيلعب سموحة في الدوري المصري. هنشغل على طول الدوري المصري، يلا بينا نت في بين سبورت ونشغل ايه اللي هو مذاع ارضي، شغل تايم سبورت، المذاع الفضائي شغل وين سبورت، وطفي افريقيا وشغل الدوري المصري. ويلا بينا نلعب الدوري المصري، يلا بينا نلعب الدوري المصري مع سموحة. سموحة سموحة سموحة. يلا روح من طاهر، طاهر طاهر طاهر. والتسديدة ولكن الحارس يصدها، حارس عالمي، حارس عالمي، حارس سموح. احنا ممكن نرميها في وسط اللعبة بتاعة الأهلي كده وأي لاعب يشوطها في الجول. والتسديدة ما جاتش، هصدها الحارس تاني. نعمل نفس الحركة، عندك هنا شوية لعيبة نرميها كده في وسط اللعيبة وأي واحد دي بس ايه تكون جامدة شوية. بص تسديدة، الله الحارس العالمي بتاع سموح ممكن نشتريه، نلعب كير مود في اللعبة دي ونشتريه. بص جون فاضي، حارس بص جابها نفس الطريقة بس هنزود عشان ايه؟ عشان اللعبة بعيدة شوية. الله 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 على الجون، الله على الجون يا أفشة. الله بص باكورد، باكورد عالمي من أفشة. بص حلوة دبل كيك. بص عشان الناس تقول لي بص 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 اف تي اس، شايف الاعلانات رسميه من انشاء الباتش عشان بلاقي الناس تعمل عملها على تيك توك ما بتذكرش اسمي، بس اللي بيذكر اسم الاعلان ده بلاقيه ظاهر في التيك توك. فعادي نزل، عادي ناس تنزل كل واحد عادي، الناس اللي بتنزل على تيك توك عادي ما بتذكرش اسمي عادي، يعني كلنا واحد كلنا بنستفاد. انا مش هحتكر اللعبه دي على حد، كل اللي عايز ينزلها ينزلها براحته. والله واحدة تسديدة ما جاتش. يلا طاهر تسديدة خارج الميدان من طاهر، ما يعملهاش طاهر، بيضيعها طاهر. عايزين بقى واحدة كده بالرجولة طاهر. تسديدة تاني من طاهر ولا ايه؟ ولا ايه يا طاهر ولا ايه؟ يلا رايح لمين رايح لمين رايح لمين؟ ما جاتش ما جاتش ما جاتش. اوه يا لهوي يا جدعان، تسديدة ايه، تسديدة ايه بالمقاس. بص يا رب تكون لسه جاي، طوله ايه بالمقاس. جاي معانا عرضات مش فاضي، عمالة تيجي في العرض، كورة عمالة تيجي في العرض، عمالة تيجي في العرض. تسديدة بس ما جاتش، تسديدة خارج الميدان خالص، لم تظبط معنا.
يلا واحدة حلوة من عبد القادر، واحدة حلوة، واحدة حلوة. ايه الكرة عالية كلها، كلها في السما، كلها في السما كده، كور كلها في السما. يلا عايزين بني نخطف كورة كده توصل. يلا واحدة 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 واحدة. يلا والهدف، هدف من طاهر علامي، علامي أخيرا أخيرا هدف. وبكده يا جدعان يكون الفيديو بتاعنا خلص. متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو الفيديو عجبك، وهتلاقي رابط التواصل بتاع رابط التواصل بتاع الفيسبوك والانستجرام أسفل الفيديو، وهتلاقي شرح اللعبة أسفل الفيديو في أول تعليق، ورابط بتاع اللعبة في أول تعليق مثبت. وبس كده، ويا سلام.